طب انا دلوقتي معايا تليفون، قول الو بقى. الو، ازيك يا بابا؟ ازيك يا دكتور يسرى؟ يا دكتور ازيك يا حلوه؟ ازيك يا حبيبتي؟ وحشتيني يا يسرى قوي. وانت كمان؟ والله بقى لنا سنه ما شفناش بعض. هنتقابل تاني يا رب يا رب يا حبيبتي. بابا قمر النهارده ما شاء الله، ربنا يسعدك ربنا يسعدك. لا ما شاء الله، ويعني انا شفته من حوالي سنه وشويه كده، كانت صحته تعبانه اكتر من كده. النهارده شفته قلت له لا ده كده بقى البنات هتبتدي تعاكس حضرتك. هم بيعكسوه على طول الحقيقه، مش محتاجه. ربنا يديله الصحه والعافيه ويخليكي ليه. يسر شقيه في البيت ولا بتتشع عليك ولا ايه؟ لا قويه قويه ما شاء الله. انت فين يا يسر؟ انا في المكتب يا بابا. في المكتب؟ اه يا بنتي. طب يعني في فطار النهارده ولا ايه؟ لا في ما تلاقيش. طيب الحمد لله. عايزه تقولي ايه لبابا يا يسر وهو كده يعني كل معجبين ومشاهدين المحترمين بيشوفوه؟ اقول له ربنا يخليك لينا ويسعدك ويحفظك، واشوفك دايما في حال طيب، وانت حبيبي وانا بحبك يا فلوكه. يا الله كلنا بنحبه بقى، خلي بالك. مش انت بس يا يسر، ربنا يسعدك كلنا ولاده. بابا يعني ايه الصفات اللي انت شايفه انها مش موجوده في حد تاني؟ انه ما بيكذبش. الله. يعني بابا انسان حقيقي جدا وما بيكذبش خالص، والحقيقه بقاله مثلا حبه سنين كده بيقول لي يسرى انا خدت قرار، انا وصلت للعمر ده دلوقتي، فالحاجه اللي مش عاجباني مش هعملها، والحاجه اللي عايزه اقولها هقولها. طول عمر الاستاذ كده والله يا يسرى. يعني انا عمري ما شفت الاستاذ قال كلمه مش مظبوطه او كذب في حاجه فعلا، او نافق او جامل. يعني هو حقيقي زي ما انت قلتي. ليه عشان ايه؟ فهو ده اللي مش موجود في حياتنا دلوقتي الحقيقه، الكذب والمصلحه والتعامل مع الناس عشان غايه معينه. هو ده بقى الشيء السائد. ايوه. وفي اختلاف كبير ما بين ولاد الناس وبين ولاد الاصول. ايوه يا حبيبتي. فانا اجزم ان ابويا من ولاد الاصول الطيبين. يعني عايزه اقول لك انه قبل رمضان بيوم بيكلم كل اصدقائه المسلمين والمسيحيين يا حبيبي، ونفس الكلام في العيد. بيحترم كل اصحابه. يعني في تركيبه كده انا ما بشوفهاش موجوده في الحياه دلوقتي. طب في حد من اصدقائنا الفنانين بيواظب على السؤال على الاستاذ؟ والله انا ما بركزش في ده قوي. انا تمام يعني انا بركز في الحياه الانسانيه اكتر. ابويا في الاساس مهندس. طبعا ايوه. فهو عنده اصدقاء كتير جدا، وطبعا يعني من اعز اصدقائه دلوقتي. وخلي بالك ان في فنانين كتير من جيله يعني راحوا عند ربنا. ايوه يا حبيبتي. بس مثلا عماد رشاد بيكلمه كتير جدا. الله. وهو جميل. يعني هو صديق والدي وبنته صديقتي وكانت معايا في المدرسه. يعني في ناس كتير بيكلموه، انا ما بفتكرش طبعا. ايوه يا حبيبتي. بس أيوة. في ناس كتير بتكلمه. بيستشيرك في حاجات لو في اعمال مثلا بتتعرض عليه، ولا او حتى اعمال بيتفرج عليها مثلا بياخد رايك، ايه رايك او كده، ولا هو؟ لا هو عمره ما يعني ما اتدخلنا في الحاجات دي معاه. ايوه. يعني احنا طول عمرنا بعاد عن الحياه الفنيه، رغم ان احنا في العيال. نعم. المخرجه العظيمه اللي انا اشتغلت شخصيا معاها، يعني انت من اكبر المخرجات. ساعة الحدث بس يا نشوى، ولكن بعد كده بتلاقيني منغلقة على حاجات تانية بقى. لكن احنا يعني ما احناش نعتبر قوي داخل الوسط بطبيعته. مش منغمسة في الوسط يعني. لا. او مش. لا. تمام. انا بحبك. وانا كمان بحبك. وبحب ابوكي طبعا. ربنا يسعدك. شكرا يا يسر. شكرا يا حبيبتي. انا متشكره ليكي، وشكرا على اهتمامك ببابا دايما. ده الاستاذ ده احنا يعني لسه بقول الفقره دي المفروض اقدمها وانا واقفه، لان ما ينفعش مش من الادب اقدم الفقره دي وانا قاعده قدام قيمه عظيمه زي الاستاذ. يا حبيبتي ربنا يسعدك، وانت كمان استاذه كبيره. ربنا يخليكي.
شفناكي في ادوار كتيره واللي جاي احسن وهتعملي مسلسلات اقوى. تفتكري؟ تفتكري؟ ان شاء الله ان شاء الله يا حبيبتي. اشكرك اشكرك ميرسي يا يسرى جدا. ايه القمره دي؟ ايه القمرايه دي؟ حبيبه ابوها. اه طبعا هي اللي شايلاني. انا قاعد عندها.